هلا ومرحبا فيكم اخواني، كيف الحال؟ عساكم بخير، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. معكم اخوكم باسل من قناة محترف جيمر، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد عن لعبة توب وور باتل جيم. واليوم راح نتحدث عن هذا مركز الابحاث للمؤثرات الخاصة. شو هو مركز الابحاث؟ طبعا هذا ضافوه جديد، يعني ما صار له، يعني مو من زمان. هذا يعطي سمة كيميائية للهجوم، يعني شلون؟ يعني ضربة كيميائية، يعني تكون ضربة قوية. هيك أول ما تفوت عليه يطلع عندك هذا مختبر العناصر. طبعا بدك ترقي مختبر العناصر حتى تقدر ترقي هذول الشعاع والليزر والقذائف. هيك تجي تعمل ترقية، تحط بحث متقدم وترقيه حتى تكون، يعني حتى تقدر ترقي هاي العناصر. كيف ترقي هاي العناصر؟ من وين تجيبها؟ تجيبها من متجر الجزيرة. هاي هي الصندوق الكيميائي، تشتريها بهاي العملات اللي تاخذها من الجزيرة الغامضة. وهاي كمان قوات مفاعل. الله يستر، في صوت برا عندي، يلا مو مشكلة، شكله صوت مسيرة، بس خلي يروح الصوت وارجع لكم. اوكي حبايبي، هذا الصوت كان مصدر انه صار الحجر، وتعرفوا الحجر يعني يوم في حجر عنه. المهم اخواني، قوات مفاعل الكيميائي، هاي هي القطع هاي اللي ترقوا فيها العناصر الكيميائية. هيك تشتروها، تيجوا تشتروها بهاي العملات تبع الجزيرة الغامضة. والله تحصيلها يعني كمان أسعارها رخيصة، يعني مو غالية. خلي نشتري كمان شراية تايون، يلا مو مشكلة. نرجع نشوف عندك هاي الأولى الانفجار السداسي. مثلا بدك، لا لازم تعمل لها بحث متقدم بالأول، رقيها يعني كل ما يطلع عندك. وهي طورت عندي كمان، حلو. كل ما يطلع عندك هاي الإشارة الحمراء رقيها، تحتاج ترقية يعني هيك بهذا الشكل. نجي نرقي هذول كمان حتى تصير الضربة أقوى، ظل رقيها بهذا الشكل. هاي خلصت، صفرت. كيف نستخدم هاي العناصر؟ طبعا انت على راحتك، يعني تحب اي عنصر تحب مثلا تركبه للقوات البرية او القوات الجوية او القوات البحرية، يعني على راحتك. بس انا ركبت العناصر هيك حسب ذوقي، اختاريت هذا العنصر الانفجار الاساسي اعطيته للقوات البرية، والبلازما الاساسية هاي الليزر، شعاع الليزر اعطيته للقوات البحرية، والاشعاع الاساسية. لا انا لازم، شو بدي اعمل هلا بدي اخذ الانفجار الاساسي احطه للقوات البحرية. كيف احطه؟ ركبه عفوا، تبديل هيك، احط تبديل، بعمل كمان تبديل هيك بهذا الشكل. اذا مثلا حاب احط مثلا الكل، مثلا القوات البحرية والقوات الجوية نفس العنصر، كمان يمشي الحال هيك بهذا الشكل. هلا راح افرجيكم كيف، يعني كيف نستخدم، يعني كيف راح تطلع ضربات القوات البحرية والجوية والبرية بعد ما ركبنا لها هاي العناصر. نروح على الجزيرة الغامضة، نهجم على هاي، نحط تأكيد، نفوتها على هاي القوات البرية، نجرب العنصر هاي الانفجار، نجربه مع القوات البحرية. نحط القوات البحرية بهذا الشكل، نختار. والله الخصم ضعيف، يعني ما كان في ضروري انه استخدم هذول الابطال. شوفوا هلا، شوفوا كيف هلا تصير ضربات القوات البحرية، شوفوا تفرجوا.
تفرجوا شوفوا كيف صارت الضربة. شفتوا كيف الدمج؟ شوفوا هذا التأثير الكيميائي، التأثير الكيميائي عم بيأثر على قوات الخصم. هلأ نروح نجرب إذا هجمنا قوات برية مثلا، خلينا نهجم قوات برية نشوف شلون التأثير الكيميائي راح يطلع مع القوات البرية. خلينا نختار تايوان. تفرجوا شوفوا كيف صار. يعني هذا السلاح، السلاح هذا سلاح مستقبلي. يعني سلاح خيالي صار مثل ستار وورز وهاي. هل على هيك على هالشكل هذا؟ خلي نهجم هلا بالقوات الجوية نشوف شلون. نشوف والله القوات الجوية عندي تمام. نهجم بالقوات الجوية ونشوف كيف يعني صارت الضربة. أنا دائما استخدم ريكاردو، استخدم ريكاردو واستخدم معه حي الله بطل، يعني مو ضروري يعني. لا مو قوات بحرية، بدي اختار القوات الجوية بالشكل هذا. شوفوا كيف صارت الضربات. شوفوا هذا الشكل. طبعا العناصر الكيميائية وقت تبدلها بين القوات يعني يختلف، يعني تختلف شكل الطلقة لما تبدلها بين القوات البحرية والقوات الجوية والقوات البرية. هذا شوف اخوانك. إذا حبيت مثلا تبدل العناصر كمان تجي على تبديل العناصر، على هاي تبديل العناصر. مثلا بدي أغير ضربة القوات البرية ركبها، مثلا ركب لها غير عنصر، مثلا ركب لها اللي أركب لها هذا، لا مو هذا، ركب لها هذا البلازما، وهاي كمان نغيرها نحط لها مثلا كمان نحط لها بلازما، وهاي كمان نحط لها بلازما. يعني انت على راحتك هيك تعمل تبديل وتبدل بيناتهم، بس اهم شي لا تنسى ترقيهم، يعني حاول ترقيهم حتى تجيك نتائج احسن طبعا بالمعركة. هلا انا عم بهجم على بداية الجزيرة الغامضة، يعني انت يمكن تهجم على خصوم اقوياء، ما بيلزم حتى بدل الابطال. شوفوا كيف صارت الضربة. كثير حلوة هاي الإضافة، يعني حيل حلوة. هلا أجرب هاي هذا العنصر، أجربه مثلا أجربه على القوات الجوية. خلينا نجرب هذا العنصر على القوات الجوية بهذا الشكل. شوفوا كيف صار، هو نفس العنصر بس تغير شكل الضربة. هذا العنصر استخدموه بالقوات الجوية، يعني القوات الجوية هذا العنصر تمام. يعني يسبب دمج للكل، يعني كل صف يسبب له دمج. مثل ما شفتوا اخواني هذا العنصر استخدموه للقوات الجوية، احفظوه احفظوا شكله، هذا هو استخدموه للقوات الجوية. هون اخر شيء من جوا القوات الجوية استخدموه للقوات الجوية هذا العنصر.
المهم حبايبي، كانت هاي حلقتنا عن مركز الأبحاث للمؤثرات الخاصة. كانت هاي حلقتنا اليوم. بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لا تحرمونا من لايك والاشتراك، ورمضان كريم، صيام مقبول إن شاء الله، وإفطار شهي، والله يتقبل صيامكم. وبتمنى لكم أطيب الأوقات. كان معكم أخوكم باسل من قناة محترف جيمر، والسلام عليكم.